في هذه الجولة الاقتصادية، حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الجمعة المقبل نمواً أكثر اعتدالاً في الوظائف، حيث يسير معدل التوظيف بوتيرة متسارعة، ومن المرجح أن يدفع ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة من جديد. وقد سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة 3.7%، أي أعلى بقليل من أدنى مستوى له منذ 5 عقود وفقاً لمتوسط التقديرات، وذلك في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج بين عدد من الاقتصاديين. قالت السلطات الدنماركية إن تسريب خط أنابيب نقل الغاز الطبيعي نورد ستريم 1 قد توقف أيضا بعد إعلان المسؤولين عن تمكنهم من وقف التسرب في أنابيب نورد ستريم 2. وأبلغت شركة نورد ستريم أي جي وكالة الطاقة الدنماركية بأن الضغط في خط نورد ستريم 1 أصبح مستقرا الآن بعد وقف التسريب. أقرت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بأنه كان يتعين عليها بذل المزيد من الجهد لتهيئة الأجواء بشكل أفضل لخطتها الخاصة بالنمو الاقتصادي، والتي تضمنت تخفيضات ضريبية تاريخية من أجل تقليل رد فعل السوق. خطة تراس الاقتصادية تسببت في تراجع الجنيه الاسترليني لمستويات قياسية وارتفاع في تكاليف الاقتراض الحكومي. وقالت رئيسة الحكومة إنها تريد طمأنة الناس بأن خطتها ستصب في صالحهم على الأمد الطويل، وأن حزمة الطاقة التي تتبناها ستساعدهم على دفع فواتير الوقود المرتفعة خلال الشتاء المقبل. خفضت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية للديون السيادية البريطانية المصنفة من مستقرة إلى سلبية، ويأتي ذلك بعد إعلان رئيسة الوزراء ليز تراس عن خطتها لخفض الضرائب، وهو ما قد يؤدي إلى استمرار ارتفاع الديون. وإلى أسعار العملات الأجنبية في البنوك المصرية، حيث شهدت أسواق العملات استقرارا ملحوظا أمس الأحد، وسجل الدولار 19.49 جنيه للشراء و 19.60 للبيع. أما اليورو فسجل 19.10 للشراء و 19.22 للبيع. وسجل سعر الصرف الجنيه الاسترليني أيضا أمام الجنيه المصري 21.75 جنيه للشراء و 21.89 للبيع. بالنسبة لليوان الصيني أيضا فقد استقر عند 2.73 جنيه للشراء و 2.75 للبيع. أما عن العملات العربية فسجل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري 5.18 للشراء و 5.21 للبيع. بالنسبة للدرهم الإماراتي أيضا استقر عند 5.30 للشراء و 5.33 للبيع. أما بالنسبة لسوق الذهب في مصر فلم يشهد أمس الأحد أي مفاجآت، واستقرت الأسعار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة. وسجلت أسعار الذهب في مصر سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 1118 جنيه، أما عيار 24 فسجل 1278 جنيه للجرام. بالنسبة لجرام أو لعيار 18 أيضا سجل 958 جنيه، والجنيه الذهب وصل ل 8944 جنيه. إذن مشاهدينا، كانت هذه جولة سريعة في أخبار الاقتصاد، ونعود الآن للزميلة منا لاستكمال فقرات هذا الصباح. شكرا لك لؤي.